هذه الأشواط المتتالية في مساء بإبداع كبير. أتت أيضا هجن أصحاب السمو الشيوخ وحضرت برفقة خبراء هذه الرياضة ومضمريها لتسجل حضورا في ختامي المرموم في ملتقى الأشقاء في أيضا الميدان الذكي المرحب بكل أيضا عشاق الأصالة والمهتمين بهذا الموروث الشعبي الكبير. انطلق على بركة الله وتوفيق منه شوط جديد خاص أيضا وهو الشوط 13 الخاص بالأبكار اللقاية المحليات الأصائل المنطلقة في هذا المسار وفي هذا التحدي بأعداد تظهر أمامكم متابعي قناة دبي ريسنج القنوات الأخرى الناقلة والمشاركة لنقل هذا الحدث الكبير من ميدان المرموم. هنا نتابع هذه الانطلاقة مقدمة الشوط هجن العاصفة تأتي مع بداية الانطلاق لتكون حاضرة بالمركزين الأول والثاني كما تظهر أمام حضراتكم بالتنافس أيضا مع هجن العاصفة المملوكة لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم كذلك قياث الهلالي من يقدم أيضا مشاهدين الأعزاء جبارة ويقدم صهوة في هذا الانطلاق. جبارة على المركز الأول وصهوة تأتي على المركز الثاني الثنتين لهجن العاصفة قياث الهلالي يقودا في التضمير. ننتقل إلى المركز الثالث خلال هذا الانطلاق والإبداع بوجود وانطلاقة شاهينية من هجن الرياسة أحمد بن مطر بن مايد الأخيالي. المركز الرابع تصل ندى لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن قاسم الداني بقيادة مدهش المضمرين سالم بن عامر المدهوشي. والمركز الخامس تدخلت الأسماء انطلق العنابي بوجود وانطلاقة أيضا فرق من هجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران يتولى عملية التضمير. المركز السادس تصل أيضا شروط من هجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون ياتي المجازف مع المركز السادس بينما المركز السابع الله وصلت أيضا هجن الشحانية بانطلاقة أيضا هناك النظر من هجن الشحانية سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي مضمن الجزر وصل هذا العملاق المبدع والذي قدم الكثير والكثير في عالم سباقات الهجن حيث ينطلق أيضا مع وجود النظر في المركز الثامن. المركز التاسع تدخلت الأسماء والمركز الثامن هذه هي تصل الذيبة لسمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان آل نهيان أحمد بن خلفان بالصائغ المزروعي وصلت أيضا هناك في هذه اللحظات غازية لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس النيبي يتدخل على المركز الثامن خلال هذا الانطلاق وكذلك وصول خطير أيضا مشاهدين الأعزاء مع وجود صدى لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان وأيضا الصادق فضل الأمين يتولى عملية التضمير. هذا هو نداءنا الأول العودة إلى المقدمة صهوة وجبارة في تبادل الاختطافي مقدمة هذا الشوط بوجود العاصفة على مقدمة الشوط وكذلك قياث الهلالي في التضمير. هجن الرياسة تتقدم أيضا بتقدم ووجود الشاهينية لهجن الرياسة مع الفيلسوف أحمد بن مطر بن مايد الأخيالي يتولى عملية التضمير. المركز الرابع وصلت فرق تقدمت فرق في هذا الانطلاق في هذا الإبداع لهجن الشحانية بقيادة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري يقودها في التضمير. كذلك تصل أيضا شروط هذه هي شروط تنطلق نحو المقدمة نحو المركز الخامس في هذه اللحظات لتأتي بتعزيز المقدمة كما كانت الشاهينية التي غيرت إلى الصدارة بأيضا خطة مضمري حجن الرياسة لاختطاف والتعاون من أجل تسجيل حضور لهذا الشعار الحمر شعار الرياسة. هذا هو بن زيتون يقدم أيضا شروط في هذا الانطلاق. وصلت غازية تقدمت غازية بالشعار العيناوي لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان كذلك محفوظ بن خميس النيبي يتولى عملية التضمير. تدخلت الأسماء 1200 ما تبقى على نهاية الشوط. هناك وصلت مهل وصبرا قليلا لإعلان النتيجة مع خط النهاية مهل لهجن العاصفة قياد الهلالي ياتي بانطلاقة هذا الاسم ولكن الله العاصفة والرياسة تتحدث
محاولان لاختطاف ناموس هذا الشوط مع غياث الهلالي، مع احمد بن مطر ببايد الخيالي. من يقود الشاهينيه؟ من يقود الشاهينيه لاختطاف نقطه وناموس هذا الشوط؟ ولكن الله، صهوه تاتي ايضا على صهوه الناموس لتتقدم في هذا الانطلاق، في هذا الابداع مع المركز الثاني ووصول شروط. وصلت شروط، هجن الرياسه، محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يتقدم، المجازف قياد الهلالي، الفيلسوف باسمان ثلاثه، الشاهينيه وصهوه وشروط، الرياسه والعاصفه، الكوكبه الثلاثيه، الثلاث اللي بهنسان اللقاء يوم وصلا عند الامتار الاخيره، كما قال الشاعر. هذه شروط، هذه شروط تنطلق بشعار حقن الرياسه بقياده المجازف. الله، خططت الشوط الرياسه وانطلقت ايضا في الامتار الاخيره مع وجود شروط على المركز الاول بتعاون مضمريها لاختطاف الحضور في هذا المهرجان في ختامي الختاميات. ولكن صهوه عادت هجن العاصفة تتقدم العاصفة. شروط مع الناموس، شروط الرياسة. شكرا يا المجازف، تهانينا لهجن الرياسة، تهانينا والناموس للمضمر محمد بن عتيق بن زيتون صهوة في المركز الثاني لهجن العاصفة، ثالثا الشاهينية لهجن الرياسة، رابعا قاسية لسمو الشيخ دياب بن محمد بن زايد آل نهيان، وخامسا كانت مهل من هجن العاصفة. ما شاء الله، تحدي وإثارة، انطلاق وإبداع كبير ظهر في هذا الشوط منذ بداية مساره. 7 دقائق 25 ثانية، 7 أجزاء من الثانية هو توقيت شروط لهجن الرياسة. التهنئة موصولة للمضمر محمد بن عتيق بن زيتون المجازف، المركز الثاني كانت صهوة من هجن العاصفة. 7 دقائق 26 وجزء 1 من الثانية. شكرا قياس الهلالي، من يقدم هذه الأسماء بأعلى وأرقى مستوى مرضي لجماهيره، بينما المركز الثالث الشاهينية كذلك ايضا لهجن الرياسة بقيادة رجل الامتار والفيلسوف احمد بن مطر بمايد. 7 دقائق 26، 6 أجزاء من الثانية، تهانينا للجميع.